نذهب إلى فقرة أخرى من فقرات أهل المدينة اللي من أمس إحنا هي فقرة حديثة، ونتمنى التواصل من خلال صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر أيضا للتواصل بكل ما هو جديد يطرح على الساحة العراقية أو حتى الساحة العالمية لكي نستفاد من هذه الصور، قد تكون بها حكمة، قد تكون بها يعني دليل معنوي على الوحدة، على التعاون أو أي شيء ثاني بتفاؤل بأمل. الفقرة اللي هي الصور الأكثر تداولا على المواقع الاجتماعية، مجموعة من الصور عندنا، راح نبدي من الصورة الأولى اللي هي انتشرت أيضا على المواقع الاجتماعية العراقية، هي في الصين هذه الصورة تقديرا لعامل النظافة ولأهمية النظافة ولأهمية هذا الشخص، ويعتبر هو يمكن من أهم المهن أو الأعمال في أي مدينة، تقاس رقي البلدان على نظافتها، ثمنوا هذا العامل بتمثال أو حقيقة 3 تماثيل في تمثال واحد، وكل واحد مؤدي عمل معين حتى يقولون انه هم كلهم يكمل الاخر. انا عجبني الشخص الذي يشرب ماء، يعني معناته انه هذا الشخص تحت الشمس وهو تعبان وهو عطشان لكنه لا يأبى ان يتفانى عن عمله. شوفوا شلون تقدير، حتى اللون حلو، حتى المكان المختارينه. احنا بالعراق التماثيل يمكن فقط لبعض الشعراء ولا يتم صيانتهم ولا تنظيفهم، ونتذكرهم بعد ان يموتون. هسه هذا مو شخصيات معروفه، شخصيات احنا عندنا بس الشخصيات المعروفة ونادرا ما يتم صناعة تمثال انهم، هذول عامل نظافة. طيب اللي روح الى يسمونه الزبال يعني. يعني للأسف يعني هذه شوف الثقافات شلون تختلف. روح الى صورة أخرى، الصورة اللي هي مدرسة أيضا في إحدى البلدان طبعا الأوروبية، واضح جدا من الصورة يتم مستشفى، هذه طبعا مو مدرسه، مستشفى يتم مستشفى خاصه للاطفال، يتم يعني تلوينها او صبغها بهذه الالوان. والاجمل من الموضوع انهم لابسين شخصيات، لانهم لاطفال فهي لابسين شخصيات كرتونيه. انا شفت التلوين فتصورت ان الموضوع يخص بالتلوين، هي تنظيف زجاج فحتى لا يخوف الطفل، وهو الطفل يخفف من عنده، هو الطفل تعبان مريض فيتخلى بشكل باتمان، يعني مثل ما جاي نشوف رجل العنكبوت، هاي الاشياء اللي الطفل يحبها، فبالتالي تكون هو يكون خفيف الظل، يعني زائر مو ثقيل الظل، خفيف الظل على الطفل. فكره حلوه، تفكير يعني انساني جدا. احنا وين احنا اصلا ما ينظفون الجام، هاي اذا اكو شباك يطل على شيء معين. صوره ثالثه وصلت لنا طبعا على صفحتنا لأهل المدينة، نشكر احنا كل من تواصل ويانا في ارسال صور نادرة او مهمة او بها معنى. هذه صورة للكوت بالثمانينات، طبعا معروفة بالثمانينات من خلال سيارات البرازيلي. شوفوا الخضار، شوفوا الاشجار، شوفوا النظافة، شوفوا ايضا احترامهم لإشارة المرور، واضح جدا انهم محترمين إشارات المرور والنظام، يعني كل شيء هادئ، ماكو ازدحامات، يعني نحس انه صورة مريحة جدا. يا ريت ترجع هاي الايام مثلا، انه هيك تكون شوارع بغداد وشوارع المدن العراقيه بهيك نظافه بهيك هدوء. هذه هي ايضا صوره اخرى للكوت. الكوت حاليا، نشوف الكوت اليوم. هذه هي الكوت حاليا. الله، جميله جدا، فرق شاسع، ماكو مقارنه، وكانما احنا المفروض ان تكون الموضوع بالعكس، المفروض نقول هذه كان بالثمانينات وحاليا احنا المفروض نحتفل انه تكون شوارع جميله. نروح الى الصوره ايضا انتشرت بشكل كبير، سياره الاسعاف، اول سياره اسعاف بالعالم. هي خلينا نسميها اول، مو سياره، بايسكل، كانما هكذا ينقلون المريض سابقا، يعني بهذه الشكل. خلينا نشوف حاليا كيف يتم اسعاف المريض. في العراق طبعا حصرا. اسعاف، هاي اسعاف، اسعاف دي نقلوا المريض. حسن، هاي اسعاف. يعني نشوف مجموعة من الشباب ينقلون شيخ عجوز مريض حتى إسعاف، يعني هذا هو إسعاف 2013. إسعاف العراق طبعا لا يحدث إلا في العراق،
مستحيل أكون في أي بلد أفخر بلد هسه بالعالم مستحيل أنقل مريض بهذه الطريقة. هكذا الشباب يتعاونون. طبعاً إحنا نشكرهم الشباب على جهودهم، لأنه يعني ماكو حل، لا سيارة تقدر تدخل ولا هم يقدرون يحملون، لأن الظاهر أنه مريض ورجل كبير بالسن لا يستطيع، ما يقدرون يشيلون جوز لحالته المرضية. فراح تشوفون إذا تقدرون تشوفونه جالس على كرسي الرجل العجوز، والشباب يحاولون إنقاذه ويوصلونه إلى الطريق العام حتى يروح إلى المستشفى أو الطبيب. هذا هو حال العراق في 2013. ديك الصورة اللي شفناها يمكن أول سيارة إسعاف، وهذه آخر سيارة إسعاف بالعالم، إنه تكنولوجيا فتشي مو طبيعي بال 2013 في العراق حصرا يعني.